ديرتنا ما في مثلها. أي! من اللي رمى الطيارة ها؟ من؟ أقول لك من؟ والله لو أوريه. السلام عليكم يا شباب اليوم. يا رجال المستقبل، من منكم يستطيع أن يخمن موضوع التعبير لهذا اليوم؟ الإجازة الصيفية. يا إلهي، من أخبركم؟ كيف عرفتم؟ ما يبيلها يا أستاذ، من يوم عرفنا التعبير أول درس أكيد بيكون عن الإجازة الصيفية. حسن، عبروا عن إجازتكم الصيفية وسأمنح صاحب التعبير الأفضل 5 درجات في النشاط. الإجازة الصيفية. لقد ذهبت. أنا ما ذهبت. لقد رحت. أنا ما رحت. يا الله، شكتب شكتب. شايفين هذه الشانيل كيف تهبل؟ اشتريتها من الشانزليزيه في باغي. أو ماي جاد، زمان عن باغي. بصراحة الإجازة يا أما في ألي يا أما بلاش. واللي ما قلتي لنا يا مزنة، وين قضيت الإجازة؟ أنا قضيت الإجازة بين 4 كتب وثلاث روايات. No way! معقول ما سافرتوا؟ عادي، وش فيها؟ صحيح السفر حلو وتغيير جو، بس حتى لو سافرت بسافر عشان استمتع بالقراءة والكتب. نيرد. 45 يوم إجازة ما أخذتها يا أبو مسفر. الله يهداك، بس لازم تأخذها قبل نهاية السنة عشان ما تروح عليك. اتخبر طال عمرك، ضغط الشغل خلاني أنسى أخذ إجازة من بدري. أنا مقدر تفانيك للعمل، لكن لنفسك وأسرتك عليك حق. نقول مبروك الترقية. أي ترقية ابن الحلال، كان يقول لي لازم تأخذ إجازتك. أنا ماني فاهم أهلك كيف ساكتين عليك الصيف كله، ما تأخذ إجازة ولا تسفرهم. يا